عجيب عجيب شيء عجيب من الدهاء ففعلا مجموعة من الناس فورا تقدموا مقدمة جيش معاوية المنهزم ورفعوا المصاحف فوق الرماح وبداوا ينادون بيننا وبينكم كتاب الله ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون فقال علي إنما هي خدعة استمروا وفعلا حدث التمزق في جيشه هو يرى أن يستمر القتال فمجموعة من الأنصار وأشياع من أهل العراق ليسوا من الثوار من المؤيدين له قالوا كيف يدعونا إلى التحاكم لكتاب الله ونرفض قال إنما هي خدعة لما رأوا الهزيمة رفعوا المصاحف مسألة واضحة قال وإن كانت خدعة يدعونا إلى كتاب الله ونرفض لا يمكن أن نرفض فانقسم جيش علي اختلفوا فعلا فعندها أمر علي بانسحاب جيشه لأن جيش اختلف فتحاجز الجيشان ولولا هذا لكان النصر الأشتر النخعي قائد من القوات كان يقود الميمنة فجاءته الأوامر بالتراجع فعندها اصر كيف نتراجع وقد انتصرنا وبدا يستمر في القتال فارسل اليه علي بن ابي طالب يزيد بن هانئ من قاده العراق يامره بان يتوقف عن القتال فرد الاشتر قال قل له ليس هذه الساعه التي ينبغي لك ان تزيلني فيها اني قد راجوت ان يفتح لي خلاص شفت النصر فلا تعجلني فرجع يزيد بن هانئ الى علي فاخبره عن الاشتر بما قال وصمم الاشتر على ان يستمر القتال وينتهز هذه الفرصه وارتفع الرهج والاصوات في جيش العراق فقالوا لعلي انت الذي امرت بالقتال انت ما تريد ان يتوقف في القتال الان وصلت الخلاف ان بدا يشك في علي نفسه فصرخ فيهم علي ارايتموني ساررته همس في إذن أنا؟ ألم أبعث إليه جهرة وأنتم تسمعون؟ فقالوا هذا جيش علي الآن يخاطب علي جيش الشام متماسك وجيش علي بدأ يتمزق قالوا فابعث إلى الأشتار فليأتيك هو يأتيك بنفسه وإلا اعتزلناك أنت وتركنا الجيش ومضينا هم الآن يريدوا التحاكم إلى كتاب الله فعلي قال ليزيد بن هانئ ويحك قل له اقبل علي فان الفتنه قد وقعت في جيشي وصدق تحليل عمرو ماذا سيحدث فرجع يزيد الى الاشتر وهو على وشك ان ينتصر ويكسر جيش الشام فابلغه اوامر صارمه من امير المؤمنين ان ينصرف عن القتال ويقبل اليه اخذ الاشتر يغلي يتململ ويقول: ويحك الا ترى ما نحن فيه من النصر لن يبقى الا القليل فقال له ايهما احب اليك ان تقبل يعني تاتي الى امير المؤمنين او يقتل امير المؤمنين هؤلاء اللي رفضوا امير المؤمنين مستعدين يقتلوه يعني هم يعتبروا دين يعتبروا موقف ديني ان لازم يقبلوا التحكيم بالقران ولا يجوز رفض التحكيم بالقران فإذا رفض سيقتلوه كما قتل عثمان ثم ما يغني عنك نصرك ها هنا تحت هذه الكلمة الأشتر ترك المعركة وأوقف القتال وجاء إلى علي وهو يغلي يغلي شاف أهل العراق مجتمعين عليه يلحون عليه إنه لابد أن نحكم القرآن فصرخ فيهم وهو منهم فصرخ فيهم يا أهل العراق يا أهل الذل والوهن أحين علوتم القوم وظنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها قد والله تركوا ما أمر الله عز وجل فيها وسنة من أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم فلا تجيبوهم أمهلوني فقد أحسست بالفاتح فقالوا لا قال أمهلوني عدوى الفرس عدوى الفرس المسافة التي يركض فيها يعني أتكلم عن ثلث ساعة أعطوني مهلة ثلث ساعة والله قد طمعت في الناصر خلاص قالوا إذا ندخل معك في خطيئتك نكون دخلنا في الإثم معك هكذا يرى هؤلاء أن دخلنا الآن في مرحلة الإثم ودخلنا في الذنب وأنه لابد من التحاكم للقرآن والعجيب هو ما سنراه لاحقا كيف ان هؤلاء نفسهم غيروا رايهم فيما بعد الذين اجبروا علي والاشتر على ايقاف القتال سنرى كيف غيروا رأهم بعد ذلك فهنا توقف القتال واضطر علي ان يرضى بالتحكيم الاشتر ظل ما سكت يعني توقف القتال لكن ظل يناقش يناقش هؤلاء على فكره هؤلاء كانوا يسمونهم القراء القراء لأنهم يحفظون القرآن ويرتلون يعني من العباد وهؤلاء في جيش علي عباد قراء للقرآن حفظ للقرآن فالأشتر بدأ يناظرهم فوبخهم وقرعهم لما توقف القتال واتهمهم في دينهم وفي شجاعتهم من الكلام اللي قال لهم الأشتر خدعتم والله فانخدعتم ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم يا أصحاب الجباه السود علامات السوداء في جباههم من كثرة الصلاة كنا نظن صلواتكم زهادة في الدنيا وشوقا إلى لقاء الله عز وجل فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت فسبوه فسبهم فضربوا وجه دابته بالسياط وتوقفت المعركه بهذه الطريقه العجيبه وبهذه الحيله الغريبه التي مزقت جيش علي بن ابي طالب رضي الله عنه وسنرى كيف ازداد هذا التمزيق هذا الموقف هو الذي سبب خروج الخوارج كما سنرى فيما بعد قال الامام الشعبي هم جميعا اهل الجنه لقي بعضهم بعضا فلم يفر احد من احد كانوا الصحابه يتكلم عنهم هؤلاء كلهم يريدون الجنه يريدون الاخره ما كان طمع في الدنيا والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الفتن واشار وبين وانذر بالخوارج هؤلاء فقال تقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق سيكون قتال طائفتين كلاهما على الحق لكن في طائفه أقرب إلى الحق هي التي ستقتل الخوارج وطبعا الذي قتل الخوارج هو سيدنا علي رضي الله عنه فهو أقرب الطائفتين إلى الحق بإشارة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لاحظوا الآية ماذا تقول؟ طائفتان من المؤمنين فكلا الطرفين وصفه الله سبحانه وتعالى بالإيمان وسماهم الأخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا رغم كل هذا القتال، رغم كل هذا الخصومه والعداء الذي وصل الى الدماء، ما زلنا نؤمن انهم مؤمنين وانهم يريدون الحق وان في طائفه اقرب الى الحق هي طائفه علي رضي الله عنه، وهذا باجماع علماء اهل السنه والجماعه. لما رفع اهل الشام المصاحف ونادوا اهل العراق ندعوكم الى كتاب الله، توقف القتال كما ذكرنا وارسل سيدنا علي الاشعث الى معاويه. يسال ماذا تريد ما هو مقصودكم من التحاكم الى كتاب الله فقال له لاي شيء رفعتم المصاحف فقال لنرجع نحن وانتم الى ما امر الله في كتابه تبعثون رجلا ترضونه ونبعث رجلا نرضاه وناخذ عليهما العهد ان يعمل بما في كتاب الله لا يعدوانه يعني لا يتجاوزونه ثم نتبع نحن وأنتم ما اتفق عليه الحكمة فعاد الأشعث إلى علي بالخبر فقال الناس رضينا وقبلنا وافقوا على التحكيم علي ما كان يريد كل هذا كان خلاص على وشك أن ينتصر لكن تحت أن جيش أكثره لن يقاتل أصلا فوافق على التحكيم واختار وهنا اريد ان اصحح كثير من الروايات التاريخيه اللي فيها خلل فاسمعوا القصه كما جاءت في القصص الصحاح ودعوكم من القصص الادبيه التي ليس لها اصل